تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أدم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تقبل الله منا ومنكم يا أخت صباح ومنك يا أم تامر والسامعين والسامعات. يقول الصوت بعيد يا عبد الرحمن. ماشي. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. عاوز اسالك سؤالا بس. تفضل. اكتساب المال من كرة القدم حلال ام حرام؟ لا نستطيع ان نقول انه حرام. يعني حلال ان شاء الله. لا نستطيع ان نقول انه حرام وغيره افضل منه، والله اعلم. تمام، شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. زهرك الحمد لله على السلامة شيخنا. الله يسلمك وتقبل منا ومنكم يا رب. تفضل. سؤالين بس يا سيدنا. تفضل. حديث رفع القلم عن سلاسة شيخ. تسأل عن سنده؟ اه. في سنده ضعف لكن معناه له شواهد يصح بها. تمام. في حاجة من شواهده سيدنا في القرآن أو السنة؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. له شاهد قول النبي عليه السلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط عن من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. القلم عن ثلاث، عن النوم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا إجماع أن المجنون ليس بمؤاخذ، الإجماع يشهد له. مظبوط. تمام. إيه طب حضرتك يا سيدنا، كنت قبل كده حضرتك قلت ان كان في كتب العلل اللي هي بتاعه الدارقطني وابو حاتم الرازي. أيوة. ان الكتب دي مخفيه بعد كده ظهرت. انا ما ممكن حضرتك تشرح لي بس الامر ده؟ كانت كتب مخطوطه ومحفوظه في بعض المكتبات العالميه، وكان يصدر لنا منها اجزاء، يعني حتى على يعني زمن العمر الذي عشته في بدايه التحقيق ما كانت سنن علل الدارقطني موجودة، وبعدها وجدت أجزاء بدأت تطبع كل سنتين جزء، كل ثلاث سنوات جزء. فعلل هذا بالنسبة لعلل الدارقطني. يعني هم حضرتك كانوا خافينها قصدين، يعني مش راضيين يدوا للناس، ولا هي أصلا ما كانتش مطلعة على الكل؟ ما كان، لم يكن هناك اهتمام بالمخطوطات ولا بإخراجها. كانت موجودة كتب مخطوطات قديمة وما كان هناك اهتمام بإخراج هذه المخطوطات. مظبوط. تمام. طب حركة اخر سؤال، هل يجوز شيخنا صلاة تحية المسجد بعد الوتر؟ يعني انا مثلا اوترت مثلا في البيت وخفت مثلا اصحى يعني اصلي الفجر، فانا مثلا نزلت صليت الفجر فدخلت يعني قبل ما الفجر يأذن فقلت اصلي ركعتين تحية، هل يجوز صلاة تحية المسجد قبل
يعني بعد الوتر اقصد؟ يجوز صلاة تحية المسجد بعد الوتر يعني. بس يعني دي ما تبقاش سيدنا مثلا معارضة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اجعلهم يعني آخر صلاتكم من الليل وتر؟ لا لا، دي ذات أسباب، ذات يعني أسباب. يعني إن كانت بس تحية المسجد فيجوز؟ لا، حتى غيرها أحيانا إذا ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر. بارك الله. تمام. طب آخر حديث يا شيخنا، الحديث بتاع يقول صلى الله عليه وسلم بتاع دي اسمع اللغة الركيكة بتاع المصاطب دي، بتاع والمصاطب والزيك خلي لغة المصاطب المصاطب دي مجالس علمية. بارك الله فيك، مرحبا بك يا أبا أحمد، سلمك الله من السوء والمكروه، حفظك أهل بيتك وذريتك والسامعين والسامعات. مرحبا يا شيخ هاني المنشأ، وفقكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. بارك الله فيك، اتفضل. لو سمحت يا شيخ، لحضرتك ما يسمى بالعادة الثرية للمسافر المغترب عنكم. أصبحت قيل يا ليتها لم تقل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قد أفلح، استدلالا بقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون. في الآية الأخرى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن فملوم، ملوم الذي يتعدى الحدود التي حدها الله له، والله أعلم. بارك الله فيك، عليك السلام يا حاتم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا عايزة أتواصل مع الشيخ، بس عايزة أتواصل معاه بشكل بعيد عن اللايف، مش عايزة أتواصل معاه. إذا وقت لاحق على الهاتف الخاص 0 1 5 3 3 3 8 3. معلش أنا آسفة، ممكن مرة أخرى؟ 5 3 3 3 8 3 قبلها 0 1000. 0 1 3 3 5 3 3 3 8 3 8 3. شكرا. هل صلاة الوتر لها قضاء؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، الحمد لله بخير. الله يحفظك يا شيخ. لو سمحت بس استفسار بعد اذنك. اتفضل. بفضل الله، لو تكرمت، ازاي نوفق ما بين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلقت الابل من الشياطين بينها وبين الايه: وخلقت كل دابه من ماء؟ حديث خلقت الابل من الشياطين معلول. معلول. ولا تعارض، خلقت كل آدم خلق من ماذا؟ من طين. من طين، ففي استثناءات لو ثبت يعني. والجن خلقت من ماذا؟ الجن من نار. خلق من مارجين من نار. ونعم بالله. كلام على الدواب التي تدب على الأرض بأرجلها. وقيل نعم. الماء هو الماء المعهود، وقيل الماء ماء المني، القولان موجودان. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ منصور النجار وحفظك، شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. عندي سؤال. اتفضل سل. كان في بروتين كده بناخده للجيم بيبقى عبارة عن بودرة، فالبروتين ده بيبقى يا إما مستخلص من اللبن يا إما مستخلص من اللحم، واللحمة دي بتبقى من بره، فهل ده يجوز ناخده ولا لا يجوز؟ بس هي بتبقى عبارة عن بودرة، ملهاش، ما بتبقاش لحمة، بس هي مستخرجة من اللحم. إذا كانت من لحم خنزير لا تجوز، من لحم غير خنزير جازت. تمام. لا، مش من لحم خنزير. خلاص، شكرا. ما شكرا. بارك الله فيك يا أستاذ محمد السبخاوي، وفقك الله. حديث التجار هم الفجار لا يصح. ضاف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حديث الجساسة لغرابات في متنه، هو قيد بحث إن شاء الله، وفي مسلم كما هو معلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا عم الشيخ، أنا طالب في ثانوية عامة. الله يوفقك. يعني فدلوقتي في مدرسين يعني بتعمل الشرح بمقابل فلوس، وبتنزل على النت وليدفع فلوس في يعني يتفرج على الحاجة دي. فدلوقتي طبعا
المصاريف دي غالية شوية في الوقت، لو ممكن سمعت الفيديوهات دي اللي بينزلوها من غير فلوس، فهل كده في ذنب ولا؟ هما فاتحين المجال لها على يعني عليها حظر ولا اه حاضر، عاملين هما اللي يدفع مقابل مادي شيء. طيب انت هتخترقها ولا ماذا ستصنع؟ لا يعني هو في واحد مثلا بيسحبها وينزلها كده مجانية. والله يا أخي إذا كان في ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة لمثل هذا، فالضرورة تقدر بقدرها ولا تشتغل تاجر في هذا. اه يعني مش هتاجر؟ لا لا اتفضل انا بس. بالضرورات فقط، ويا ليتك تتورع عنه يغنيك الله من فضله. شكرا. متى يكبر الإمام للانتقال إلى الحركة التالية في الصلاة؟ الأمر فيه سعة، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخ. انا مفاضل. واياك وجزاك. انا اعمل في مستشفى يعني تبعد عن بيتي مسافه سفر ساعتين او 3 ساعات تقريبا. نعم. بجلس في المستشفى دي 4 ايام وفي بيتي 3 ايام، تمام؟ هل يجوز ان انا امسح على الجورب في مده اقامتي في المستشفى ال3 ايام ولا لازما يوم بيوم؟ لا، أنت الكلام سيرجع، هل أنت مسافر في هذه المدة أو مقيم؟ والذي أنا أقيم في المستشفى 3 أيام وفي منزلي 4 أيام. المستشفى ليس دار إقامة. نعم. فيما يبدو لي المستشفى ليس دار إقامة لك، هي فقط نعم. مسكن لتأدية عملك والراحة فيه، فأراك مسافرا، لك أن تقصر ولك أن تجمع ولك أن تمسح 3 أيام بلالية عند من يقولون بجواز المسح على الجورب. نعم يا مولانا، أعرف إن حضرتك يعني تخالف ذلك. نعم. اتفضل. الله يحفظك. جزاك الله خير. وإياكم. مرحبا أستاذ بشير المرشدي، أهلا وسهلا. مرحبا يا شيخ عبد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. دلوقتي أمي توفت من 26 سنة. الله يرحمها. الله يرحمها. دلوقتي اللي ينفع انقلها من التربة لمكان تاني للحاجة يجوز؟ هو السبب اللي انا عايز عشان كده، عشان خاطر احنا خدنا حوش للعيلة، عايز انقلها، والمكان اللي هي فيه تاني ده المكان ممكن يتهد فيما بعد. ما في مشكلة. حاجة انا عشان خاطر برضه ما تتنساش ان هي معزولة في مكان تاني وحديها، ويبقى كل العيلة في مكان تاني على جنب. جواز نقل الميت من قبر إلى قبر إذا دعت إلى ذلك حاجة جائز، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عمد إلى أبيه، وأبوه كان قد دفن يوم أحد مع 2 أو 3، لأن النبي في شهداء أحد كان يأمر بدفن 2 و3 في قبر، ويقول قدموا أكثرهم للقرآن. فلما دفن أبوه قال: لم تطب نفسي أن يكون مع أبي رجل آخر، فذهبت واستخرجته بعد أشهر فلم أجد شيئا تغير منه إلا شيء من أذني هنيها، فلا بأس بعد 26 سنة لا بأس بنقل الميت من مكان إلى مكان إذا دعت إلى ذلك حاجة. بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت شيخ، أنا عندي سؤال. تفضل. انا عندي 23 سنه، والدتي توفت اثناء ولادتي، يعني من 23 سنه. والدتك توفت وانت ايه؟ عفوا. اثناء ولادتي يعني اثناء 23 سنه. ولادتها لك، الله يرحمها. اه. وبعدين والدي تزوج بعدها، يعني جدي انا دفعني لعمي ان هو يربيني كده، وانا وخالي اخوات بنات اكبر مني. جدك هو الذي رباك؟ رباني، ايوه، بعد وفاه جدي، عمي الاكبر. يعني عمك الأكبر رباك ثم جدك رباك؟ لا، جدي الأول وبعدين عمي. جدك وبعدين عمك، كالرسول يعني. نعم نعم. عبد المطلب ثم أبو طالب وبعد. نعم نعم. سموك نعم. كان على قيد الحياة. عم أنا كان أحسابه يعني على خير. لا لا، يعني أبوك كان، يعني أبوك كان على، أبوك كان حي ولا كان مات؟ أبويا كان حي ولكن تزوج يعني. يعني أبوك تزوج وأهملكم. أيوه نعم. فجاء جدك أخذك. جد اخذني بعد ما تجدك يعني. واخذك عمك. والسؤال، السؤال دلوقتي، انا يعني بعد وفاه عمي، بعد ما عمي توفى، كانت زوجه عمي هذا ارضعتني، يعني زوجه عمي ارضعتني. طيب اتولدت.
فوالدي بعد عمي ما توفى خيرني يعني يا اما اعيش معاه يا اما اعيش مع زوجة عمي يعني. والدك قال كده؟ ايوه نعم. يعني جدك ما جدك مات وعمك مات فجاء ابوك قال لك يا اخي يا ابني تحب تعيش مع زوجة عمك او تعيش معي؟ ايوه زوجة عمي اللي هي امي في الرضاعه اللي ارضعتني يعني. ايوه بعد اخترت ان انا اعيش مع زوجة عمي اللي هي امي ارضعتني يعني. طيب وبعد؟ فادرت انا في كليه الطب يعني. طيب فابي يعني لما ما بينفخش عليا في شيء ولا بيساعدني في شيء فهل ده يعني ما كانتش الحكايه دي كلها لها لازمه بقى لها لازمه يعني. يعني السؤال طالب في كليه الطب ابوه لا ينفق عليه، ما السؤال؟ هل يعني هل واجب على والدي انه ينفق عليه يعني؟ اختلف العلماء في نهايه وقت انفاق الوالد على ولده. فمن العلماء من قال ينفق الوالد على ولده حتى البلوغ وعلى البنت حتى عقد النكاح. والقول الثاني ينفق عليه حتى الاستغناء. فيرى الاكثرون ان الانفاق الى البلوغ. نعم نعم. طب بالنسبه للزواج يا شيخ انا دلوقتي عمي قبل ما توفى يعني كان خطب لي، عمي قبل ما توفى والله كان خطب لي. طيب وبعدين؟ هل يجب على والدي برضه ان هو يساعدني في الزواج وكده ولا؟ ليس بواجب، ان فعل فهو محسن. يعني إن لم يفعل ليس بواجب عليه على التحرير. جزاك الله خيرا شيخ، شكرا. طب بيشتغل وتكتسب وتتزوج، الله يعينك. شكرا شيخ، شكرا. الله يسلمك. لو نام من صلاة الليل ليقضيها في النهار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. اتفضل. والله العظيم بحبك وبدعي لك كل يوم ليل، والله العظيم لما بفتكرك. الله يغفر لي ولك، اتفضل اذكر لك كثيرا يعني. عندي سؤال بالله لك، بس بالله لك ما تقفل الخط غير لما جاوبني عشان مش عارف انام منه، والربان بيقول سوره الضحى اما السائل فلا تنهر، فانت لو سبتني انا مش عارف اسال مين. يعني لا ما تقفل غير لما اسالك عن الايه دي. اتفضل ايه سؤالك طيب؟ ماشي. ربنا بيقول لي في سوره النساء ايه 12. ايه. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، تمام؟ ايه. بعد كده بيقول لك ذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. بس اظبط القراءه عشان كلها غلط يعني. المهم السؤال ايه؟ عشان انا متوتر بس عشان الاحسن تقفل. لا لا تتوتر، قلنا لك اسال سؤالك بهدوء حتى تفهم. خلاص مش هقولها من الاول. طيب المهم يعني ايه السؤال؟ مش مشكله، اللي فات فات. ما السؤال طيب؟ ماشي. جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، تمام، في الجنات. ولما يجي يقول في النار يقول نارا خالدا فيها، فهي فوق بصيغه الجمع وهنا بصيغه المفرد، والاثنين يعتبر زي بعض. ده تنوع في الخطاب يا اخي، ما فيش اي مشكله ابدا. ابدا كل من عند الله، والله يتكلم بما يشاء. المهم انت فاهم ولا مش فاهم؟ أنا الصراحة هي الآية اللي واقفة معايا في القرآن كله. أنت لا توسوس، لا توسوس. القرآن كلام الله. لا توسوس. يدخله نارا خالدا فيها لأنه مفرد. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات خالدين متعددة. فهي مسخة الجامعة وخالدا بصفة المخرج في النار. درجات في الجنان. الله يبارك فيك. الأمر واسع. يا الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا شيخ بعد اذن حضرتك، أول حاجة الحمد لله على سلامتك يا شيخ. الله يسلمك والسامعين والسامعات من كل سوء ومكروه، اتفضل. يا شيخ بعد إذنك عندي سؤالين. اتفضل اسأل. هل يجوز إن أنا مثلا لو دقني مش مكتملة وإن أنا أضع زيوت أو حاجة عليها؟ اللحية، اللحية، ما تقولش الدقن يعني، اسمها اللحية. الدقن نعم. معروفة. لحية، لحية، كل الناس لهم دقن لكن ليس كل الناس لهم لحية. اللحية يا شيخ لو هي مش مكتملة وده ممكن يعمل لي مفسدة. كله ممتاز. مش السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنت مولانا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وسعيد كل السعد ان انا اسمع صوتك، يكبر ربنا راجع ان شاء الله. الله يسعدنا وياك بالايمان والطاعه يا رب.
اللهم امين يا رب. لي عند حضرتك سؤال بس ده بعد اذنك. اتفضل. في عقوبة الانسان المسلم لو عيد على غير المسلمين وهو عارف ان معتقدهم غير معتقدنا؟ لم تحدد العقوبة. معني يا مولانا اسمعك. عيدتني على حضرتك السؤال. لا 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 محتاج الإعادة. يعني انت تسأل ما عقوبة يعني أنا كراجل مسلم لو عيقت على واحد غير مسلم كل سنة وتطيب عيد سعيد عيد سيد المسيح وأنا عارف أنه معتقد أنه بيقول على سيد المسيح أنه الله أو ابن الله، أنا إيه عقوبتي بالإسلام؟ ربنا عقبني بإيه؟ ما في عقوبة محددة بارك الله فيكم، ليست هناك عقوبة محددة. وإذا كان الأمر فيما يتعلق بالتهنئة بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام أخف من التهنئة بعيد القيامة. عيد القيامة لا يصادم ديننا مصادمة تامة، لأن عيد القيامة يزعمون فيه أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، ونحن نعتقد تمام الاعتقاد بقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ما يقال في أعياد الكفار عموما لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابي فيما علمت كان يهنئ اليهود بأعيادهم ولا يهنئ النصارى بأعيادهم. إذا انضم إلى ذلك أنه شيء يصادم ديننا يحرم يحرم. يعني إذا كان كما وصفت أن شخصا ما يقول المسيح صلب وبعد ذلك قام يوم الأحد ويصنع عيد القيامة يحرم تحرم التهنئة به. أنت فاهم الكلام؟ الله يبارك لك يا مولانا جميل. الله يبارك لك. ثم نقول شيء أصلا أن إجمالي القول على أساس بس تكون في الصورة والأمور واضحة، ليس لنا في شرعنا إلا عيدان، الفطر والأضحى. الفطر والأضحى والجمعة باعتبار عودي وتكراري، هذا ليس لنا بعد ذلك عيد. بعد ذلك الأعياد من شرعها؟ شرعها الله سبحانه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ودل أيضا على أن الذي شرعها هو الله، أن الله قال في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أبدلكم خيرا منه، أي من عيد اليهود، الفطر والأضحى، فلنا عيدنا ولهم عيدهم. السلام عليكم. يعتقدون أن الله ولد، هذا كفر يا أخي الذي يعتقد أن المسيح والله. ما اختلفنا في كفر أبدا، نعوذ بالله من الشيطان، ما اختلفنا في كفر ولا في كفر من قال إن الله والمسيح إن المسيح ابن الله، ولا اختلفنا في كفر الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، ما فيش في ذا، ولا اختلفنا في كفر الذي ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ديننا واضح الحمد لله، الحمد لله. ديننا عندنا كتاب الله وسنة رسول الله ثم هدي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الحمد لله نحن في غنى عن أي تلبيسات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. الحمد لله. الله يكرمك. هل يجوز تحديد اللحية؟ تحديدها كلحية الإيرانيين ولا لحية من؟ تحديدها للنظافة كده يعني. شوف، اسأل عن لحية رسول الله كيف كانت، واسلك سبيل الرسول. يعني تريد تعمل خط كده، خط، أنت تريد تعملها خط، تخربها وتعملها خط كده رفيع، صح؟ لا تفعل، لا تفعل. شكرا. ومنكم يا أخت هدى الشامي حفظكم ربي يا أحمد بن منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله على السلامة يا شيخ مصطفى، ربنا يتقبل منكم إن شاء الله. يا رب ومنكم ومن السامعين والسامعات. لكن لي عود، إذا دعوت لأحد دعوة لا تقل إن شاء الله، لا تقل الله يوفقك إن شاء الله. جزاكم الله خير. تمام. بعد إذن حضرتك الشيخ مصطفى، دلوقتي متى ترفع اليدين في الصلاة؟ ترفع اليدان في ثلاثة مواطن والرابع فيه اختلاف.
تمام. الموطن الأول عند تكبيرات الإحرام، الموطن الثاني عند الهوي للركوع، الموطن الثالث عند القيام من الركوع. تمام. اعترف في الرابعة وهي عند القيام من التشهد الأوسط، أثبتها بعض الصحابة عن رسول الله ونفاها آخرون، فإن فعلت أحيانا وتركت أحيانا لا بأس. تمام. طب النزول للركوع في كل نزول وفي كل ركوع على الركعة الأولى فقط؟ ها؟ النزول عند الرفع للنزول للركوع. أيوة. القيام من الركوع في كل ركعة ولا في الركعة الأولى فقط؟ كيف عند القيام من الركوع يعني؟ مش فاهم. يعني أنا هنزل من الركوع في الركعة الأولى. أيوة. أرفع يدي. في الركعة الثانية كذلك أرفع يدي ولا في الركعة الأولى فقط؟ ما ترفع يدك عند النزول، أنت ترفع عند القيام من الركوع. وليس عند النزول والركوع. لا، ليس عند النزول. يبقى كده حضرتك قلت الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. الله اكبر. تمام. الله اكبر، سمع الله لمن حمده. الرابعة عند القيام من التشهد الاوسط فيها النزاع. تمام. يعني عادة كل ركعة عند النزول قيام الركوع ارفع يدي. نعم، عند الركوع وعند القيام من الركوع. نعم. كل ركعة. أيوة، في كل ركعة. أيوة. تمام ماشي. طب لو أقرأ في صفة الصلاة أي كتاب ترجح لي؟ ستقرأ في صفة الصلاة؟ أيوة، كي أتقنها يعني، عشان مثلا يبقى عندي دليل على كل ركن معين. هو كتاب الشيخ ناصر في الجملة طيب، لكن عليه بعض التحفظات يعني، لكن في الجملة أحسن من غيره الآن. يعني كتاب الشيخ هل سنن الراتب تقضى صلاة الليل في يوم التالي؟ لا يا أبي هدى مقتده، إنما تقضى إذا ذكرتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والرسول لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. البيتكوين والعملات الرقمية لا تفعل، لأنها عملات وهمية ونصب واحتيال على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الفاضل. الله يبارك فيكم. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. ربنا يتقبل منك. الله يسلمك ويبارك فيك. ليه عندك سؤال سيدي الفاضل؟ تفضل. كان في جدال بين وبين صديق يتكلم في القرآن، يقول في قوله عز وجل على لسان عيسى ابن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم. تغفر لهم. تمام. يقول: هل هنا التعذيب بالنار لمدة لا يعلمها إلا الله، أم هم خالدين فيها أبدا؟ شوف يا أخي الكريم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تمام، أفهم ذلك، ولكنه يقول يعني إنها لمدة معينة، يعني هو بيقول زميلي هذا يقول إنها لمدة معينة لا يعلمها إلا الله، وأنا أقول له إنه خالدا فيها أبدا. المشرك جزاكم الله خير مخلد في النار، هذه ترجع إلى مسألة أخرى يطلق عليها بعض العلماء، مسألة فناء النار، هل النار تفنى أو لا تفنى. زلت قدم بعض العلماء في هذا الباب وقالوا ان النار تفنى، واستدلوا بدليلين. الدليل الاول قوله تعالى: لابثين فيها احقابا. الدليل الثاني قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. تمام. فهذا دليل. الجمهور من أهل العلم قالوا هذا الكلام باطل، وقالوا إن الله قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال في كتابه الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ووجهوا الآية لابثين فيها أحقابا، قالوا: إذا أكملت الآية اتضح لك المراد، لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولا شراب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والآيات الأخرى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قالوا شاء ربنا أن يخلدوا فيها وانتهى الأمر. جزاك الله كل خير. وإياكم 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 كلهم تلك يعني فتحة بين الأذنين مش فاهم الموضوع يا أخي مأمون. السلام عليكم. مرحبا يا محمد بن سمير أبو عبد الرحمن. طبعا. السلام عليكم. يا أولان اتفضل. ينفع قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الفجر يعني مثلا قبل في وقت كده من الفجر والأذان القراءة القرآن يعني ينفع أقضي صلاة الفجر الفائتة ركعتين كده قبل من صلاة الفجر بقى الصلاة الأصلية؟ هل يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة سواء بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ يجوز لأنها من ذوات الأسباب والرسول صلى الله عليه وسلم قضى النافلة. أقصد قبل الفجر قبل صلاة الفجر نفسها قبل صلاة الفجر الجماعة في وقت كده قبل. يجوز إذا كان قبل بعد الفجر جائز إذا قبل الفجر من باب أولى. تمام تسلم ونعم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. الله يبارك فيك. سؤال في الغلام الذي قتله الخضر يا شيخ مصطفى. فيك اتفضل. هل سيخلد في النار الذي قتله الخضر؟ لو سلمت لفظة لو سلمت لفظة الغلام ورد عن رسول الله عليه السلام حديث الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. هذا الحديث أخرجه المذكر مسلم في صحيحه لكنني أريد مراجعته من ناحية العلل لأن في إشكال شيئا ما. تمام يا شيخ. ولماذا تشغل نفسك بهذا إذن؟ لا بس سؤال بس خلاص لا تحرص على ما ينفعك دع الأمر لله يفعل ما يشاء. هو يدخل في مسألة حديث الله أعلم بما كان عاملين. لا بس هذا منصوص عليه إذا لو ثبت التنصيص عليه خرجنا من ال. طيب الغلام يا مولانا هل يكون بلغ ولا لم يبلغ؟ لا الغلام الأصل أنه لم يبلغ لكن أحيانا تجوزا يطلقون الغلام أحيانا على الكبير كما قال كما يذكر عن علي أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعل من والحسن. وينقلون عن المرأة التي تثني على الحجاج ثناء مزيفا إذا حل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها فوصفته بالغلمة. والأولى أن تقول إذا حل بأرض شقاها مش شفاها. نعم والله أعلم. بارك الله فيك. وجزاك الله خير يا عصام شومان بارك الله فيك. حديث تراجع يا عبد الرحمن لأن فيه علة حديث لا تقوم الساعة حتى يعمد الرجل إلى المرأة إلى آخره. رجع بس السند لأن فيه علة. مرحبا يا طارق ابن رجب وفق الله شيخ طارق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا شيخنا. الله يسلمك تفضل. بسأل حضرتك سؤال ايه افضل الصدقات الجارية للمتوفي؟ افضل الصدقات الجارية للمتوفي يختلف من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان وعلى قدر الأموال. تعمل مسجد تساهم في مسجد لك يعني عدة صور تساهم في مستشفى تساهم في بئر ماء. جزاك الله خير يا شيخنا. جزاك الله خير. تشتري مصحفا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الشيخ مع مصطفى. مصطفى تفضلي. انا عندي 43 سنة. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك ويبارك فيك. احنا زوجة وعندي 3 اولاد. الله يبارك. عندي مرض الصلع الوراثي. خدت وراثة من ابويا واهل ابويا. نعم. الموضوع طبعا مأزمني نفسيا جامد وسط زوجي وسط اولادي. حتى لما بيجي لي حد من النساء في البيت قرايب او معارف بضطر ان انا البس حتى الطرحة قدامهم حرجا يعني. مع التقنيات الحديثة والحاجات اللي بنشوفها كتير، شفت على النت حاجة اسمها تركيب شعر دائم. تركيب الشعر الدائم دوت عبارة عن خصيلات زرع شعر ولا ايه بالضبط؟ لا هو مش زرع، لان الزرع غالي جدا ومكلف. دي حاجة اسمها تركيب شعر، عبارة عن خصل شعر بتتركب في خصل الشعر الأصلية. أنا مؤمنة جدا بالحديث اللي بيقول لعن الله الوصلة والمستوصلة، وما عنديش أي شك فيه نهائي. ولكن في حالتي ديت يعني هل يجوز استخدامها؟ هل أنا لي عذر فيها؟ مع العلم إن في جزء من رأس البصيلة ديت ما بيصلوش الماء، يعني عند الاغتسال ممكن جزء من الشعر يعني بمقدار مثلا سنتي من كل خصلة بتركب الماء ما بينسوش. فده بالنسبة ليا لما اجي اتطهر يعني. فهل يجوز لي ان انا اركبها بما ان ده يعني مرض بيسئلي نفسيا ولا لا يجوز؟ والله طبعا انت الحمد لله يعني مقينا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. فلو اردت الابتعاد عن الشبهات كان أسلم لدينك أن تتحملي لوجه الله وتلبسي يعني أي طاقية أو سموها أي شيء يستر الرأس، أسلم لدينك وأبعد عن أي شبهات وأي مشاكل. إن هناك اتجاه آخر أنك ستكوني مضطرة، والمضطر له أحكام خاصة لكنها محل اجتهاد والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا منكم أولاً. ومنكم اللهم أمين يا رب، ومن السامعين والسامعات الله يحفظنا وإياكم السامعين. تفضل. عندي سؤالين إن شاء الله أولاً. اتفضل. لو الزوج صلى بزوجته إماماً هل يجوز لها أن تفتح عليه إذا أخطأ في القراءة؟ هذا قول، لأن العلة انتفت. فأولاً أريدك أن تدقق في متن حديث رسول الله. افهم شوية معي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فنسي أو فصفق الصحابة، فقال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. قالوا إنما التصفيق للنساء ليس فيه نهي للنساء عن الفتح، إلا فقط إذا سلمنا بالنهي عن النساء كن في حضرة رجال أجانب، في حضرة رجال أجانب صوتها سيسمع في الصلاة، يسمعه رجال الأجانب وقد تشوش بصوتها على بعض المصلين من ناحية أفكارهم. ما إذا كانت مع الزوج والله أعلم فالحديث لا ينتهض للنهي. لا ينطهد للنهي. طيب سؤال تاني يا مولانا. والعلة انتفت والله أعلم. الحمد لله عامر بعيش. بعد إذن. تفضل. أنا سمعت قول لحضرتك إن بتقول لا بأس من مس المصحف على غير طهارة. أي نعم أختار هذا القول. هذا يشمل الجنب والحائض أم أنه على غير وضوء فقط؟ أنا أريد أذكرك بالدليلين فقط. لأن دائما إذا تنازعنا في شيء نرده إلى الله والرسول. فأنا أذكرك بالدليلين اللذين احتج بهما المانعون. الدليل الأول هو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. أنت إذا قرأت كلام المفسرين في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في تفسير كتفسير الطبري رحمة الله تعالى عليه، ستجد أن الطبري نفسه اختار أن المطهرين الملائكة ولا يمسه عائد على الكتاب المكنون. وأما الحديث
فضعيف لا يمس القرآن إلا طائر ضعيف لإرساله الصواب فيه مرسل. فأصبحت المسألة فارغة من الاستدلالات المانعة إلا بعض الوجوه في تفسير لا يمسه إلا المطهرون، فنقول فقط الأحوط أن تمسه بحائل، لكن كتحريم لا أستطيع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظكم شيخنا الحبيب، غفر الله لك ولك غفر ربي وللسامعين والسامعات. آمين. عندي سؤالان. سأل. أول السؤال الأول، ما السنة في قراءة المغرب والعشاء؟ في أمر يحب ألفت النظر لك، يعني العشاء، العشاء واضح، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، ده نحو هذا يعني في هذا المستوى، هذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام. المغرب ثبت أن الرسول عليه السلام كان يقرأ بصور قصيرة، أحيانا كان يقرأ بالمرسلات عليه الصلاة والسلام بصور قصيرة أيضا أخر، لكن الذي أردت أن أذكر به، أنت تفهم ولا نايم؟ معك. نعم معي. في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف، وهذا الحديث معلول، معلول، انتقد على الإمام البخاري. ما سبب الانتقاد؟ انتبه معي. مروي من طريق عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. مروان بن الحكم متهم، وعلماء كثيرون انتقدوا على البخاري أحاديث بسبب إخراء بسبب مروان بن الحكم، سبب مروان بن الحكم. ما الإشكال في مروان بن الحكم؟ يعني مروان بن الحكم أمير ظالم مبير، وورد أن النبي بسند صحيح لعن الحكم وما ولد، ثم إنه قتل طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة أثناء رجوعهما من غزوة من قتال علي بن أبي طالب في موقعة الجمل، وغير كثيرا من السنن، فلم يرتضي عدالته، لم يرتضه عدد من العلماء، لم يرتضه عدد من العلماء. فهذا الرجل هو علة السند. قالوا السند سند سورة الأعراف من طريق عروة عن مروان بن الحكم عن عروة عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت. رؤية الحديث من طريق عروة عن زيد بإسقاط مروان، لكن علته أن عروة لم يسمع من زيد بن ثابت. هذا فيما يتعلق بسورة الأعراف والله أعلم. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعدين على الشيخ مصطفى، أحيانا أكون في المسجد والخطيبة بيجيش، وأنا مثلا بكون لابس بنطلون وتيشيرت أو مثلا بنطلون وجاكيت أو أي حاجة زي كده، ما كنتش بلابس جلابية مثلا، قعدت حاجة على راسي بنطلون، ابتدى الأمر إن أنا اللي أخطب. اسمر بس، استنى. نعم. بنطلون محترم ولا بنطلون مهزأ؟ لا لا لا، بنطلون الحمد لله. ما يكونش بنطلون ساقط ولا بنطلون ضيق مجسم القبل والدبر، بنطيل الناس السقط، يكون بنطلون سابغ خلاص لا بأس اخطبهم. كنت تيشيرت ايضا مجسم، تيشيرت البنات لا، ثوب رجال، رجل. انتشرت ايها الاخوة والاخوات في هذه الازمنة حلقة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلقة القزع، القزع أن تحلق بعض الشعر وتترك بعض. فظهرت الآن قبعات من الشعر، الشعر الوسط طويل ويحلق من هنا ومن هنا، وهلا عصاة، الذين يفعلون هذا عصاة مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمك الله يا محمد أبو عسكرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
استفسار بس لحضرتك يا مولانا. اتفضل. كثير من قنوات اليوتيوب بتستخدم المحتوى بتاع حضرتك، واحيانا بتكون العناوين غير لائقه او بيبقى فيه تعليقات تنال من حضرتك يعني. فهل حضرتك تغضب من هذا الموضوع يعني؟ لان في تعليقات كتير بيقولوا امسحوا المحتوى ده وما ينفعش. انا مش فاهم والله، لم افهم، مش فاهم. قاعد الكلام. بعض الفيديوهات على اليوتيوب بتستخدم محتوى حضرتك واللقاء بتاع حضرتك ده يعني. بتستخدمه؟ طب انشره يعني. طيب. ويكون احيانا العناوين غير لائقه يعني. ده هي تصرفاتهم، هي العناوين هي تصرفاتهم. انا اقصد يعني هل هذا يغضب حضرتك يعني، او في بعض التعليقات يعني ناله منك؟ شوف يا شيخ، اسمع، اي شيء يغضب الله ورسوله انا اغضب له، اي شيء يرضي الله ورسوله انا ارضى له. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. أقول في تعليقات التنام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفنا في كان في سؤال ثاني. سأل. حديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. والله بهذا الطول أحتاج أراجعه. تمام. جزاكم الله خير. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك يا شيخ. ومنكم ومن السامعين والسامعات يا رب. تفضل. السؤال يا شيخنا، بس حضرتك، أنا زوجتي كانت حاطة مبلغ في البنك قبل ما تزوجها وكده. فالمهم انا عرفتها ان الفلوس دي فوائد البنوك حرام وبتاع، واجب التخلص منها، وهي ان شاء الله الحمد لله يعني خلاص هتتخلص من الاموال دي. الحمد لله. تمام. الحمد لله. السؤال بقى يا شيخ حضرتك، في راجل يعني كان سالب مني انا فلوس، وهو يعني ايه حالته على جدها يعني، اللي داخل على جد الايه الخارج كده، وكان سالف مني المبلغ ده على اساس ان هو هيرده لي بعد 15 يوم وكده، وال15 يوم دول جروا سنه في اثنين. يعني السؤال اختصارا، انت تسال هل يجوز اعطاء الربا لشخص مدين لي حتى يسددني من هذا المال كده اختصارا؟ الله يفتح عليك. لا تفعل. لا افعل. لا تفعل. لا. ماشي. اعطوا المال من اي وجه اخر، وبعد كده انتم تطالبون ما تطالبوش، لكن منك انت خذ وهات. لا تفعل، لان عادت عليك العائده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. ما كنت في الصلاه يا شيخ؟ نعم. التنكيس في الصلاه يعني، الامام يقرا مثلا الاحزاب ثم يقرا في ركعه الثانيه بخواتيم البقره مثلا. التنكيس بهذا الوصف الذي ذكرته لا باس به، لأن النبي صلى صلاة قرأ بالفاتحة ثم بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. تمام. شيء آخر أن ترتيب المصحف بالنحو الذي نحن عليه لم يكن زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا اصبر علي، الله يستر عليك. تمام. التنكيس المحرم في نفس الصورة. نعم. حيث يخل بالمعنى، تجيب آية متأخرة قبل آية سابقة. ورد ما يفيد أن الأولى أيضا مع ما ذكر أن تلزم الترتيب، أن النبي كان يصلي في الوتر بالأعلى والكافرون والإخلاص، كان يصلي في الجمعة قاف واقتربت الساعة، كان يصلي في الجمعة الأعلى والغاشية، في السجدة في الفجر السجدة والإنسان، ولا لازمة الترتيب، لكن إن فعل غير ذلك لا بأس، والله أعلم. طيب سؤال آخر يا شيخ لو سمحت. تفضل. حكم العقد القران يعني قبل الدخول لفترة، خوف يعني من الوقوع في شيء محصور أو كده. كم يعني بقى كم؟ جائز. جائز؟ جائز بسنة يعني ولا سنتين؟ سنة مثلا. ما في مشكلة. بس تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، ربنا يتقبل منك يا رب. يا رب أمين، ومنك ومن السماعات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تسأل السائلة عن هل تأثم إذا رفضت زوجا يدخن، شخصا يدخن يريد الزواج به؟ لا تأثم أبدا. أيضا الأخ اللي سأل كتاب بعد في العلل، بعد كتاب علل الدارقطني، كتاب علل ابن أبي حاتم، أنفع الكتب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، لي عندك سؤال. اسأل الله يحفظكم. هل أهل الكتاب متساوون في العذاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة؟ لا طبعا، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هناك ثناء حسن على المتبعين للكتاب المنزل على نبيهم. تمام. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. تمام. يعني ممكن حضرتك يعني يدخل الله منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم ناس الجنة؟ طبعا لا شك في هذا، لا شك، ما داموا مسلمين يعني متبعين الكتاب الذي نزل على موسى بدون تحريف او تأويل. طبعا أو لا، التحريف مسألة اخرى، لكن المتبعين متبعين كما انزل، متبعين لكتاب لموسى عليه السلام، موحدون ومتبعون لشريعة التوراة، موحدون ومتبعون لشريعة الإنجيل، سمون. لكن بعد بعثة رسول الله إن كفروا برسول الله كفروا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والله يقول ومن يكفر به، أي بالرسول وبالقرآن، مع الأحزاب فالنار موعده. لكن قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم متبعون لنبيهم الذي بعث فيهم وسابون على ذلك. والله قال في والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على اختلافات طفيفة في الأولين والآخرين. وليد عبد الله، حفظك الله يا وليد عبد الله. مصطفى الخطيب يريد كلمة توجيهية للأمهات التي تدعو على الأبناء. هؤلاء الأمهات جاهلات بالشريعة ويتسببن في الضرر لأنفسهن ولأبنائهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فترى أما جاهلة، امرأة جاهلة تدعو على ابنها اذهب الله يفعل بك ويفعل بك. وأظنكم سمعتم معي امرأة على هذه الصفحة تقول دعت على ابنها كان يؤذيها ويضربها، دعت عليه فأخبروها بعد أيام أن النار اشتعلت في ابنها في الشارع، النار ادركي ابنك. هي تقول ما أريد أن أذهب وأراه، يعني من سيجني العاقبة في النهاية؟ يعني هي في الأول والآخر أم، ويعتري ما يعتري الأمهات. فالحديث الرسول عليه السلام يتبع. شكرا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ كنت عايز أسأل حضرتك بس على حاجة. اتفضلي يا أختي. أنا شغالة في مجال الورد وكده، بعمل كوشات للبنات في البيوت اللي هو الخطوبات وكتب الكتاب المقتصر على المنزل. طيب. الشغل ده مباح نفسه اللي هو بيع الورد، بس لقيت حد بيقول لي، يعني سألت 5 شيوخ منهم واحد قال لي إنه ده حرام. يعني الشيخ السادس اللي هتسأليه. بتتعاوني على الاسم لأنهم بيشغلوا أغاني. يعني أنا الشيخ رقم 6 اللي هتسأليه، صح؟ بالظبط. ايوه خلاص، اعتبري اختصر على 5 يكفوك.
لكن هو حلال يعني لو حتى هما بيشغلوا اغاني انا ما بشغلهمش حاجه بس هما بيساعد بيشغلوا انا ماليش دعوه. قلنا لك حلال خلاص ولا انت فاضيه تسالي بقى؟ ففي واحد قال لي اللي هو خلاص يا اختي قلنا لك حلال. حلال بقى الورد حلال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ تفضل. الله يبارك فيك. تقبل الله منا ومنكم صلي الاعمال. امين يا رب امين يا رب. شيخنا لو انا خرجت مثلا من جده متجه لمكه قبل الفجر والفجر اذن عليها في الطريق. طيب. لو انتظرت ان انا علشان اصلي في مكه مثلا صلاه في مكه مثلا 100,000 افضل ولا اصلي في الطريق مع الجماعه؟ هل أنت ستدرك قبل الفجر بمدة في مكة أو ستأتي على النهايات؟ يعني مثلا ممكن بعد الفجر مثلا بعد الأذان بنص ساعة أكون في مكة. لا يبقى انتظر مكة أحسن. مكة أفضل حتى أيوة. أصلي لوحدي؟ ما أنت كده كده مسافر الجماعة ليست واجبة عليك. الجماعة ليست واجبة حتى في صلاة الفجر؟ أنت مسافر. أنت مسافر أو مقيم؟ يعني إذا دخل عليك الفجر في جدة والجماعة موجودة في جدة صلي في جماعة، لكن إذا أنت في الطريق وأذن المؤذن وأنت بين أمرين، إما أن تنزل تصلي أو تنتظر لما توصل إلى مكة، انتظر يوصل مكة كلها، وهذا أحسن حتى نتأكد من تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هو انا قلت على اساس ان انا ادرك لا بيكون عدى 25 دقيقه تقريبا بعد الاذان. لما اقول كده خلاص ما جبناك انت طب كلام كثير. ادرك الجماعه في المسجد مع الجماعه قبل مكه. انت مسافر والجماعه ليست واجبه عليك خلاص ولا احب الكلام الكثير. تمام. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. تفضل الله منكم شيخ مصطفى. ومنكم يا رب ومن السمعين والسمعين. بعد حضرتك يا شيخ مصطفى، كيف لا يكون المرء متشددا؟ كي يتبع هدي النبي محمد. طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انا كنا في المسجد وانا اجد امام اصلي بالناس. طيب. فان حدثت مخالفه في المسجد او مثلا كلام في المسجد، نصحت مره واثنين وثلاثه، واحد كان بيصلي ورايا كان مشمر، اذا قلت له افرد كمك بس ما بلتوش الامر يعني في وقتها يعني. فمثلا ابي يقول لي انت كذا متشدد، دع الناس ملكش عربية. لا يعني يقول لي انت كذا انت متشدد، يقول لي ملكش دعوه بحد، سيب اللي يصلي واللي يعمل يعمل. قلت له طب انا دلوقتي امام، اما انا اكون امام بالناس وما انصحهمش لله يبقى ما جابش اصلا امام. وصل لك الامر؟ ايوه يعني في سؤال يعني في سؤال. لا هل انا دلوقتي مثلا لو تركت النصح ليهم او علي شيء؟ في سؤال بس اسالك سؤالا يعني. تفضل. هل عموم من في المسجد يصفونك بالتشدد؟ الطريقه يعني بناء على ما ذكر، لا ليس متشدد الذي يقول للناس ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كفت الثياب في الصلاه ومن الكفت التشمير، لا انت تنهى عن المنكر، لكن بالحكمه والموعظه الحسنه هي الاشكاليه. فانظر الى الناس هم الحكم عليك، اذا كل الناس قالوا انت متشدد يعني النظر في تصرفك. وكلمنا على الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال على موضوع الحيض، بعد عدد ايام الحيض بعد تركيب وسيله بتزود عدد ايام الحيض، تمام؟ هو كان 6 ايام بقى 13 يوم. بالنسبه للصلاه بيقعد فترة، في أيام مفيش دم بينزل وفي أيام بعدها بعد 10 أيام أو 13 يوم بينزل دم أو حاجات. لا لحظة يا أختي لحظة، الله يسلمك. يعني الحيضة كانت 6 أيام. كانت 6 أيام ركبت الوسيلة أصبح 13 يوما. الوسيلة زودته ل 10 وممكن 11 أو 12 بنفس صفاته بنفس كل حاجة. لا أنا أخالفك في هذا، استشيري طبيبة. انا سالتها قالت لي بيعتبر من الحيض بس. هل ان انا اصبري انت متردده مزبزبه. الطبيبه قالت لك هذه المده 12 يوم حيض؟ قالت لي الدم اللي نازل بنفس صفات الحيض يبقى حيض. يا اختي الطبيبه اسالي طبيبه اخرى، الطبيبه دي ما تفهم، اسالي طبيبه اخرى هي اللي تحدد.
قل أنا كانت الحيضة 6 أيام بعد تركيب الوسيلة أصبحت 12 يوما، ما حكم هذه الدماء؟ هل هي دماء حيض أو دماء استحاضة؟ إذا كانت استحاضة، هي قالت إن هي حيض. أنا قلت لك سنة واحدة تانية، دي مغفلة، طبيبة مغفلة شوية. السلام عليكم. سنة طبيبة مهيرة شوية حذقة. السلام عليكم. مرة سهل عليها تقول لك كده 12 يوم بلا صلاة ولا صيام ولا. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. يعني أسأل حضرتك على آية، على تفسير آية في سورة الأعراف. اتفضل. من هو الذي قال في الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها؟ يعني رأيك. لم يسمى في آية ولا في حديث، وإن قال بعضهم بلعم بن باعوراء، لكن لم يسمى لا في آية ولا في حديث. طيب تمام، في آية بعدها، الآية اللي بعدها بالظبط، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ما معناه؟ الكلب دائما ينهج، تعرف كلب؟ دائما فاتح فمه ينهج، تعبان غير تعبان، دائما فاتح الفم يلهث يلهث. فهذا تعبان في كل أحواله، هذا الرجل يعني فقد الراحة، فقد الأمان، وفقد الهدوء، دائما في نكد وتعب. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الشيخ مصطفى. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحسن الله إليكم وبارك الله في عمركم. وإياك، تفضل. الشيخ مصطفى، في مسألة بعض الشباب كي يتجادلوا فيها، الله يجازك بخير، تفرق علينا فيها عليهم، الله يجازك بخير. واحد الشخص كان في السجن، قبل ما يدخل للسجن دفن شي أموال في واحد الغابة. ماذا صنع؟ تلك الأموال، نعم. ماذا صنع؟ دفن أموالا في الغابة. دفن أموالا، كنز في الغابة. نعم، أموال كأموال ورق، يعني أورو بأموال الغرب. يعني جاء باليورو والدولار ووضعه في الغابة في مكان. نعم، وهذه الأموال غالبا يعني كان يتاجر ربما في المخدرات أو كذا، على أي يعني يقولون هذا. الله أعلم. ها. نعم. السؤال هنا، هل يجوز لهم أن يبحثوا معه في هذا المال؟ لأنه بعدما دخل السجن وخرج لم يعقلش على المكان المحدد. هو كان تاجر مخدرات؟ نعم نعم. لا يتعاون معه. يجوز لهم؟ نعم. لا يتعاون معه، هو يبحث براحته. يقولون يريدون أن يبحثوا معه مقابل المال، يعني وعدهم مقابل أن يعطيهم مال في البحث معه عن المال. هل هذاك المال اللي يعطيهم حلال أم حرام بالنسبة لهم يعني كأجراء؟ طبعا المال سيتلف الآن، المال نعم نعم، الدولارات ستفسد، حلال لهم وحرام عليه هو. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يسلمك. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله التي نتقلب فيها ليل نهار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا،
وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، ومن تشتت الأمر بعد اجتماعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتبنا مع المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، أن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.